هذا واحد، هذا الصوت واحد شغال وقاعد يشد. اسمع 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 الصوت، قرب قرب المايك، قرب المايك، اسمع اسمع الصوت، اسمع الصوت. يا هلا يا هلا. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله ان شاء الله طيب. ما شاء الله تبارك الله، ايش هذا الصوت الجبار هذا؟ تسلم. لا انت تنشد؟ والله انا انا مار من هنا اسمع. انت كنت تنشد ايش؟ الفكر يا انسان لولا اطلقته. الفكر يا انسان لولا اطلقته. لو اطلقته، لولا اطلقته، لولا أطلقته. الفكر يا إنسان، قولها قولها. الفكر يا إنسان لولا طلقته، متأملا في قدرة الرحمن، لخضعت إجلالا وتسبيحا له، صبحا انت دائما تشتغل وتنشد؟ دائما تشتغل هنا جوا الفحم هذا تكسر وتنشد؟ وانا خليتني والله عاوز اشتغل. ما شاء الله تبارك الله. حافظ شوية ثانية؟ قول. موطني تقول لا نريد، لا نريد. تقول لنا مؤبدا وعيشنا المنكدا، بل نعيد مثل نفسه ينشد. لا نريد ذلنا المنكدا، ذلنا المؤبدا، ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. وهو يعمل في هذه الوظيفة. أنا اعذرني والله، يعني أنت أنشدت تنشودة يعني هي تتكلم عن أشياء عميقة جدا، عن الشاب العربي واللي ينادي وطنه بعيشة كريمة وغيره. فجاني منظرك وانت تنشدها، يعني انت تنشد شيء والواقع شيء، فهذا اللي حزني. فمعليش والله يعني. فالله يكرمك احمد ان شاء الله، الله يكرمك ان شاء الله. انت والله المعذرة يا معليش. طيب
ايش كمان؟ صوتك جميل ما شاء الله يعني. شو بدك تقرا ايضا؟ تقرا قران؟ لمن؟ يا عبد الرحمن نسال. قول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.